يقول في الحديث القدسي الجليل: إذا ابتليت عبدي بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له أنا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. إلهي إلهي ماذا تقول عن الصابرين؟ ماذا تقول عن الصابرين يا رب؟ يقول عزتي وجلالي: لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوصيه بكل سيئه كان عملها سقما في جسده او ضيقا في عيشه او مصيبه في ماله او ولده حتى ابلغ منه مثاقيل الضر. فإذا بقيت له سيئات بعد ذلك صدقت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. إذا بقيت له سيئة بعد ذلك صدقت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. اذا بقيت له سيئات بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. ايها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العليم؟ من الحكيم؟ من العلي؟ من العظيم؟ من الحي؟ من القيوم؟ من خالقنا؟ من رازقنا؟ من يميتنا؟ من يحيينا؟ من الواحد؟ من المغيث؟ من المقيت؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من الرشيد؟ من القوي؟ من العزيز؟ من الواحد؟
الدنيا فقل يا